نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة وحديثنا في هذه الفقرة عن مشروع مودة وتابع لوزارة التضامن الاجتماعي. طبعا محدش فينا يقدر ينكر الدور الهام جدا اللي بتقوم به حاليا وزارة التضامن الاجتماعي ومن ضمن برامجها مشروع مودة. تفاصيل أكتر عن الموضوع من خلال لقائنا مع حضراتكم ودكتور أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي لمشروع مودة. صبح الخير. صباح الخير أستاذ. وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. خلينا نقول اللي في إطار الحفاظ على الأسرة المصرية، حقيقة يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤدي أو بيوجه العديد من التعليمات للقيام بالدور الاجتماعي في هذا الإطار، وأعتقد أن وزارة التضامن من خلال يعني مشروع مودة ليها بحث وليها تقييم لأحوال الأسرة المصرية للحفاظ عليها من عدد حالات الطلاق للأسف الشديد شفناها على مدار السنوات السابقة بتزيد إلى حد كبير، وده بيؤثر على حالة المجتمع ككل. بداية أعرف من حضرتك بداية المشروع والخطوات اللي تمت فيه من قبل وزارة التضامن. مودة ده خاص بالأسرة المصرية. بداية المشروع كان من تكليف فخامة الرئيس لوزارة التضامن الاجتماعي، كان في المؤتمر السادس للشباب اللي كان منعقد في جامعة القاهرة، ان احنا بقى عندنا كمجتمع مصري زيادة في حالات الطلاق سنويا. فوفقا لإحصاء 2017 عندنا 198 ألف حالة، 18 بقى 211 ألف حالة و500، فبقى عندنا ازدياد. فدي رؤية عميقة للقيادة السياسية، وبالتالي وزارة التضامن وفقا للتكليف أعدت مشروع اللي هو مودة على أساس ان احنا نحافظ على الأسر المصرية. لمين؟ للشباب المقبل على الزواج اللي هو متواجد بنسبة كبيرة في الجامعات المصرية، بالإضافة ان هم متواجدين اخواتنا المجندين سواء في الداخلية او في وزارة الدفاع في الجيش، بالإضافة ان الفتيات اللي بيتخلصوا الجامعة بيبقى عندهم خدمة عامة زي التجنيد كده، دول بيبقوا خاضعين بالظبط كده بيبقوا عندنا في وزارة التضامن الاجتماعي والإشراف لينا، فبيبقى برضو احنا بنوعيهم بمودة. وكان الفترة السابقة كان بيننا وبين وزارة العدل تنسيق للأزواج بقى اللي هم متجوزين بالفعل وبينهم منازعات أو خلافات ورايحين على الطلاق، فإحنا واخدين الفئات اللي هي داخلة تتجوز والفئات اللي هي بتفكر يحدث بينهم طلاق أو المتزوجون وعندهم مشاكل، بالإضافة لمؤخرا برضو في المؤتمر العالمي للشباب او المنتدى العالمي للشباب، فخامة الرئيس ايضا يعني نفخر ان هو دايما بيدعمنا كمشروع مودة وكوزارة التضامن، اطلق منصة مودة. المنصة دي منصة الكترونية لكل الشباب، للاب والام، للمتزوجين اللي بينهم مشكلة ومش عارفين يتعاملوا مع بعض، للشاب او الفتاة اللي داخل خلاص حديثا وخلاص على وشك او على شفا ان هو هيتجوز او عنده عقد قران فمش عارف يعمل ايه مع الطرف الاخر، بيخش على المنصة الإلكترونية. بالمناسبة هي العنوان بتاعها أو الموقع بتاعها www.mawadda-eg.com لكل أي حد حابب يخش. ده الويب سايت يعني بتاع. طب معلش يعني أنتوا بتعملوا إيه؟ يعني مجهوداتكم إيه تجاه الحفاظ على الأسرة المصرية؟ إحنا في البداية كان عندنا ثلاث محافظات وفقا لإحصاء الجهاز المركزي التابع للإحصاء اللي هي القاهرة واسكندرية وبورسعيد، الثلاث محافظات دول اعلى نسب طلاق في الجمهوريه فاحنا اشتغلنا مع الجامعات في هذه المحافظات باعتبار ان الشباب بنسبه كبيره جدا موجوده في هذه الجامعات، فروحنا جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعه حلوان، جامعه اسكندريه، جامعه بورسعيد للشباب على مرحلتين، وعينا 40 ألف طالب وطالبه، بالاضافه دخلنا معسكرات التجنيد في الجيش والشرطه وعينا ما يقرب من 35 ألف مجند، الخدمة العامة اللي هم بيتبعوا وزارة التضامن وعينا 12500 مكلف في خدمة عامة، بالإضافة إن إحنا المنصة دخل عليها حاليا في الفترة الحالية 180 ألف، منهم 20 ألف أخذوا شهادة مودة. مودة بقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكون علمي، مكون ده بيشمل ثلاث جوانب، جانب اجتماعي، جانب صحي، وجانب شرعي أو ديني من الدين الإسلامي والدين المسيحي. الجانب ده أونلاين؟ أونلاين. ده فيما يخص يعني احنا عندنا المنصة. محورين محور مباشر اللي هو التدريب مباشر مع الطلبة او مع الشباب، والمنصة الالكترونية ده هو المحور أونلاين. الغير مباشر اونلاين، اي حد ممكن يدخل على المنصة، اي حد حابب عنده مشكلة في الناحية النفسية، الناحية الاجتماعية، الناحية الشرعية، العلاقات الخاصة، ازاي اقدر اتعامل مع الاخر،
ازاي اقدر افهم اللي قدامي بيتكلم ازاي. يعني بنبعد عن الاستباقات او ان انا احكم على حضرتك من مجرد انك انت بتقولي لي انا عاوزه كذا. اه خلاص خلاص انا فهمت. طيب معلش، هل في تحليل للحالات اللي مثلا حصل ما بينها طلاق في المجتمع المصري، فبالتالي يبقى التركيز على هذه المشكلات او يعني كيفيه مخاطبه الاخر علشان خاطر يتفهم الاسباب؟ ده كان في البدايه يا استاذ هند. ان احنا لما رجعنا للاحصاءات الخاصه بالزواج والطلاق لقينا في بعض الاسباب موجوده بنسبه كبيره بين الازواج المطلقات او المطلقين. لقينا ان الاسباب دي بتتمثل في الايذاء بين الزوجين، هجر الزوج، غياب الزوج، طبعا الخلع، بالاضافه الى ان في عوامل اخرى، تدخل الاهل، السوشيال ميديا طبعا دي بنسبه كبيره جدا، عدم ليها تدخل مدمر للاسف. طبعاً طبعاً. طيب انا يهمني قوي عمليه التقييم، يعني جميل ان انا اقدم برامج، ان انا التقي، اعمل محاضرات، اتواصل معاهم، ولكن نتاج هذا العمل بقى تاثيره ايه على هذه الحالات؟ هل عندنا برضو نوع من التقييم لهذا الاداء وتاثيره على عدد حالات الطلاق اللي كانت موجوده بالظبط؟ يعني احنا نجحنا ان احنا نخفض نسبه الطلاق بنسبه كذا، نجحنا ان كان في مجموعه مقبله على الطلاق لما قعدنا معاهم ودرسنا الموضوع مع بعض، يعني ازاي بتقيموا ادائكم؟ خلينا نقول لحضرتك ان التدريبات المباشره او حتى على المنصه احنا عندنا زي بري وبوست، اللي هو قبل وبعد، للشباب اللي بندربهم واللي احنا بنلتقي بيهم. انت يعني تعرف يعني الجواز، او فكرتك ايه عن الاخر، بتتعامل ازاي بعد الدوره او بعد الورشه اللي هو بياخدها وبيشارك فيها بنفسه هو والطرف الاخر. بنشوف ان احنا لا، الاختلافات عندهم فيها في فرق، واحنا ده بيفيدنا كمشروع ان احنا بنبقى عارفين الاثر بتاعنا قبل وبعد التدريب ايه اللي حصل، لان ده هو ده النواه اللي هتبني الاسره المصريه. وخلينا اقول لحضراتكم باعتباركم يعني الطرف الاخر، كل سنه وانتم طيبين وكل الساده المشاهدين طيبين. يوم المراه يوم المراه المصرية. والنهارده بنكرم الام المثاليه في مقبلين على عيد الام كمان، هو ده الشهر بتاع المراه. هو يعني هو المفروض كل السنه مرأة، لان هي المرأة عمود البيت. فهي الفكره ان احنا بنعرف الشباب والرجاله تحديدا ان خلي بالك المرأة دي هي الشريك بتاعك طبعا. في البدايه انت كنت بتحاول انك انت تحصل عليها، فبعد ما حصلت عليها ايه الخلل او ايه المشكله اللي حصلت بقينا ندي لبعض؟ طيب واحنا في الزواج ده احنا بنقوله للشباب، واحنا في الزواج خلاص احنا بقينا زوج وزوجه، طب لما نيجي احنا في الخطوبه هل بينها وبين بعض مصارحة ومكاشفة، ولا بنتجمل؟ أنا لا أكذب ولكني أتجمل. بالإضافة إلى لازم أفهم طباع حضرتك وحضرتك تفهمي طباعي. هو الكذب أسوأ حاجة طبعا. يعني أنا أعتقد أن ما بني على باطل فهو باطل طبعا. والدين بتاعنا شرع يعني بالزبط. يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أو المسلم يعمل حاجات كتيرة قوي، ممكن قال آه عند الكذب قال لا بالظبط. يعني الواحد ممكن يتسامح بالظبط في حاجات كتيره جدا طالما في شفافيه في الموضوع وطالما معرفه، لكن عمليه الكذب وتكرار الكذب ده بيعمل نوع من عدم الثقه وعدم الامان، واسوأ حاجه ان الانسان يعيش مع حد وهو مش حاسس معاه بامان. اعتقد ان ده بيبقى مشكله، الى جانب بقى المشاكل اليوميه المعتاده، لكن الاحساس الذاتي بالامان ده بيخلي الانسان يتغلب على حاجات كتيره. خليني اكد على كلام حضرتك، وخصوصا هن هنا عاوزه راجل بالظبط، عاوزه حد يحميها، حد تتكئ عليه، مش عايزه حد بالظبط. هي الفكره حاجه والله، هي الفكره ببساطه للرجاله وللشباب، هي محتاجه حد يتحمل مسؤوليتها. يعني هي كانت عند والدها في بيتها في بيت باباها، فهي دلوقتي هتنتقل لبيتك، فمحتاجه انك انت تبقى السند مش انت الند، مش انت اللي بتضايقها، مش انت اللي بتزعلها، لا بالعكس، هي بس محتاجه لمسه حنين، كلمة رقيقة زي ما كنت بتقول أيام الخطوبة أو كنت بتقول في الفترات اللي هي في بداية الجواز. طب خلي بالك أحيانا بنبقى مضغوطين، فبيطلع مننا بعض التصرفات اللي هي ممكن أنا شايفها مش مقبولة. طب ما احنا ديننا بيقول لنا إيه؟ تغافل، فوت، صح، عدي. طيب هي يعني العلاقات الأسرية مبنية على المودة والرحمة، دي فلو في مودة وفي رحمة ما بين الطرفين حاجات كتيرة قوي هتعدي. بس خليني أرجع وأقول لحضرتك إن إحنا كمان مش بس عندنا المشكلة موجودة في الجامعات، إحنا عندنا كمان المشكلة موجودة في الأرياف وفي انخفاض سن الزواج، لأنه بتلاقي الأهالي بتبقى متسارعة إن هي عايزة تجوز البنت أو الولد في سن معين علشان يسطروا أو يسطرها أو يعني يتخلى عن المسؤولية ويحطها عند حد تاني، ودي برضو مشكلة إنه
السن الصغير برضو متهور يعني ما عندوش قدرة على احتواء الجمهور. خلينا أكد على حضرتك أن الجزئية دي مهمة جدا وإحنا بنراعيها في الجزء الصحي اللي هو الزواج المبكر وختان الإناث والكشف المبكر. يعني أقصد لازم تنتقلوا كمان للقرى والأرياف لأنه هو ده اللي فيه المشكلة الأساسية كمان. إحنا مؤخرا كنا شغالين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في مراكز الشباب عشان نوصل لأكبر فئة ونوصل للأماكن اللي حضرتك بتتكلم عليها الكفور والنجوع والضواحي وكل المناطق من خلال الشباب اللي متردد على مراكز الشباب. بالإضافة إن إحنا المنصة دلوقتي بقت موجودة وكل البيوت حتى في القرى يعني حتى في المناطق اللي هي الأكثر فقرا هتلاقي التابلت موجود وهتلاقي الموبايلات الذكية أو السمارت كلها موجودة. فبالتالي هو لو دخل تغيير الفكر يا فندم هو ده اللي مطلوب. الثقافة. يعني الثقافة هي اللي بتأثر في تصرفات الشخص أو بتتحكم في تصرفات الشخص. بس هي الفكرة أن أنا بديله محتوى أن هو يقدر لو قاعد لوحده أو هي قاعدة مع مامتها لو العلاقة بينهم كويسة يقدر ان هو يعرف الصح ايه من الغلط ايه. لان دايما احنا حضراتكم كنتوا في المقدمه بتتكلموا على الوعي والدوله دلوقتي بتتكلم على الوعي الصحي. احنا بنقدم وعي اجتماعي وعي نفسي وعي صحي وعي شرعي لان كتير مننا في الناحيه الشرعيه بالذات لان هم دايما احنا بنقول احنا شعب متدين بطبع. طيب احنا في ناس عندنا فاهمه الدين غلط طبعا فاهماه بشكل مختلف فبالتالي احنا بنجيب لهم علماء من الازهر بنجيب علماء من الصحة بنجيب ناس متخصصين في الاجتماع ناس متخصصين في علم النفس على أساس ان ده لما يقول لحضرتك كلمة هو بيمس الاحتياج اللي جواكي انت كشخص شاب او فتاة بيمس الاحتياج. دلوقتي انت حضرتك لما بتشوفي في التدريبات او تشوفي الطلبة او تشوفي الشباب وهو بيسألك اسئلة انت يعني بيوصل لك ان في مشكلة ان ما بقاش في حد يوعي. دي بقت مشكلة دور الأسرة المصرية غاب بشكل كبير. لا مش بنقول ان الأسرة المصرية كلها لا في أسر محافظة في أسر دلوقتي بتطلع أجيال جميلة وبالتالي احنا يعني يوميا بنكرم الأسرة المصرية في شهر 3 وخصوصا وزارة التضامن بنكرمها كأم مثالية كأم عندها ابن معاق كأم ابن ان هي ربيته وطلعت أجيال. فأنا بأكد على حضرتك واحنا ده حاطينه في الاعتبار في المكون العلمي وبالمناسبة المكون موجود على المنصة يعني اللي حابب يقراه هيخش يحمله مجانا هيخش على المنصة بالمجان المنصة ما فيهاش اي تكلفة مجرد بس انت عاوز تعرف المعلومة ادخل وشوف واختار المكون اللي انت عايزه اختار اللي يناسبك اللي انت عندك فيه مشكلة حابب تاخد 17 مكون خد 17 فيديوز على اساس انك انت يبقى عندك الخلفية. دايما استاذة هند استاذة نجلاء هي مشكلتنا ان احنا بنفترض ان احنا عارفين اعرف اتعامل مع حضرتك ازاي وحضرتك تتعاملي معايا ازاي صح. والاحكام المسبقه اللي هي دايما من ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. جميل جدا يعني مجهود بنقدم لكم التحيه والشكر عليه. الاسره نواه المجتمع ولما تكون الاسره المصريه قادره على التصدي للعديد من المشكلات ده هيؤدي الى تقويه المجتمع وان شاء الله دايما يكون في جديد من قبل وزاره التضامن للمواطن المصري وللاسره المصريه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن عبد العزيز المنسق التنفيذي لمشروع موده بوزاره التضامن الاجتماعي نورتنا يا فندم. شكرا يا فندم صباح الخير عليك. صباح الفل. هنطلع فاصل مع كل السادة المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم والفقرة القادمة الموسيقى المغربية.